السوق كنصوروا عليه. دونك اليوم تلاقينا مع الخويار احسن ما كاين في السوق اليوم بالنسبه لي انا. خويار اللهم بارك عنده 4 سنوات قرع كيخدم لي السوق، اللهم بارك في المستوى كما كتشوفوا، لا وقفه لا كلام، داكشي في المستوى. الاخوان سمعتوا العيوب راه نورمال، هذه اللي هي جادو، هذه اللي هي جا طير يعني تبارك الله، يعني ديال الخدمه عادي. يعني سي نورمال انه يجبد هذا الدراري. كيطلب في 1500 درهم. عندك نمرة ديالو؟ عطاك نمرة؟ عطاني نمرة. 100 هذاك 100 قدرات. نمرة الإخوان تلقاوها عند أخ عزيز صاحب قناة الطائر الحسون المغربي، غدخلوا تفرجوا الفيديو. عطاو النمرة ديال مولا الطائر، راه معروف راه تفرجوا. عطاو النمرة ديالو. وي بالنسبه للطوير، بالنسبه اليوم السوق احسن طير يعني شفتو دابا هو واحد الميسو مراكا مقارنه مع السوق. ما كاينش اخويا الطويرات السوق صراحه، مقارنه مع السوق هذا هو احسن طائر كاين اليوم في السوق. ماشي غادي نقولوا هو الطوب في الطيور، ولكن كنقولوا بالمقارنه مع الطيور الاخرين كاينين في السوق هذا هو احسن طير كاين في السوق اللي شفتو انا دابا، فهمتي؟ هو واحد الميسو مراكا هو اللي شفتو صراحه، ولكن كيبقى هذا هو المفضل عندي دابا في هذه اللحظه، فهمتي؟ الطير يعني الوقفه والزين، وكيف ما كنقولوا هذا راه قرا عنده 4 سنين ما شاء الله، وفيت مفرخ نتورا ما كيعطلهاش الاخوان. وتحياتي لجميع الاخوان اللي يعني كيديروا الانتاج وكيخدموا في السلاك، ومنهم انت الاخ حماده. خويا شوف حنا راه ان شاء الله غاديين يتفيد باش ان شاء الله كلشي يمشي ونزيدو بواد النور والبستان. اي ان شاء الله، ان شاء الله خويا. دابا شي طير كيقد شحال ولاو دايرين؟ 200 250 درهم. وما كاينينش اصلا، ما كاينينش اخلاوه. يعني الا ما كانتش البرانيه الطير كان يعني مقنين ما بقاتش فعلا. كانت المقنين كاين لك الرجات للصوت. فين هي المقنين؟ راه اللي عنده دابا شي حاجه في المسرح ولا شي حاجه كيجيبها. كما قلت لي اخويا حماده، تخيل معايا كون ما دخلتش هاد البرانيه وما غاتدخلش هاد البرانيه. والله تسمع 700 درهم. يعني غنوليو نصيدو الجوش اخويا. الخلوي تسمع 700 درهم. فعلا. وراه ما تبقاش يبقاو تابعين والله ما تبقى. كنتمناو اخويا. البرانيه كتدخل شويه وكتكالي السوق شويه وصافي كيهبط تماما. واحد الرساله للاخوان اللي هما ناويين او لا باغيين يديروا الانتاج، كنقول لهم ديروا واحد المبادره. حاولوا انكم تنتجوا يعني مقني في السلاكه. اييه راه السلاكه خاصه بنادم ما بقاش ودينا اجتهد شويه. اجتهد فعلا هذا الاخوان. انا خصك طير ساهل، هذا مشي تقرا ليه، تقرا ليه دوره ديال الحياه ديالو راه تنتج. ما شاء الله الله يبارك الخوت. كاين هذا القرع عند الاخ الكريم الخوت، راه عنده 4 سنوات ما شاء الله الله يبارك الخوت. الكلام ديالو ما شاء الله. بالنسبه للثمن الصوت كيقول فيه 1500 درهم ما شاء الله. رزقك اخويا، رزقك هذا، رزقك هذا. اقسم بالله العلي العظيم، واحد النهار بنهار الحد جيت نضرب دور انكر. هنا فين خصو يضرب العيب ولكن ما ضربوش. ما ضربوش سبحان الله العظيم. قالي شيك الهضره. واحد السيد، السلام، 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 السلام
وحاط ميسو ويداني مليح. قبل اللي كيجي عنده كيبغي نقب يعطيو 900 فيهم جوج 800 وقف عليه. السلام عليكم اخويا عزيز، هاني بخير كلشي بخير. اولا الله يرحم جميع المسلمين الاموات اللي ماتوا في الارض المقدسه. المقنيره البرانيه باقا ما دخلتش الكازا، باقا حدش لحد الشمال. يلاه غدا تدخل، هادو راه طيور قدام، هادو متاخر قرع كما كتشوف. كاين صاصت حامر وكاين القرع هنا، ولاد العام اكثريه ولاد العام. الثمن دابا راه 200 250، هادو راه مزونين الزوان ولا 250 درهم. والبرانيه نتمناو ان شاء الله هاد العام توجد الدخول بكثره باش كلشي يتولع. اش هي اللي 6 شهور اخويا؟ ياك اخويا راه باينين، هادو راه قرع، هادو قرع قدام مزونين ديال البلاد، راه اكيد ماشي بحال البرانيه في الكلام. لكن نتمناو الدخول البرانيه بكثره باش يتولعوا الجميع، كلشي يتولع. بالنسبه لهاد السلعه هادي راه باذن الله والله اعلم راه غادي تبقى حتى لغدا ان شاء الله. واللي بغى يجي راه حنا هنا في القريعه، السلعه راه عندها 6 شهور. اللي بغى يجي يدي شي حاجه راه يغتنم الفرصه. راه هاد الفراخ راه بالنسبه للثمن، الثمن خلوي راه مشى ب 200 درهم، وبالنسبه لهادو 22 الفرنك راه ثمن مزيان بالفرق ديال 6 شهور. والفرين عندهم سيمانه، راه فرق كبير. يعني غيجي غيغتنم الفرصه غيدي طير مزون كما تيقولوا ناضي نضى. بالنسبه للطيار اللهم بارك السي عزيز عربانويه في المستوى هادو ديال الفولير ياك؟ لكن كانوا اللي في الخفوزه وكانوا اللي كانوا في الكريم. تبارك الله، راه سلعه زوينه، راه مزونه بنتين، مزونه ناضيه ديال الكسيب. واحد الطويب كما كتشوف تما كيضرب بالزوان، واحد السيكواج. لا لا على الزوان قلت لي، راه واحد الطوير كيضرب بالزوان اللهم بارك. كلشي عز ونقيين، راه لاحظتي البطن ديالهم كامله مفشوشه. انت اخويا الزوان كيطيفوا عليه كاع. ساك انت ساك عز الزوان. الله يرحم لك الوالدين. والو اخويا زكريا ساك ساك زوان ساك. الطوير نقيين، راه خاصهم واحد شويه دواس يديهم يفوا يتعزل الطير راه كيبان. راه الفرق ما بين 200 درهم خلوي عنده سيمانه في الجنة 20 درهم عنده 22 الف فرنك عنده 6 شهور، راه فرق كبير. خويا تبارك الله عليك. راه كاين ضغوط الزوان قدامكم. السلام عليكم الاخوان، كاين هذا الميسو ما شاء الله، الله يبارك الخوت، راه وداني كيطلب فيها الخوت الاخ الكريم، كيطلب فيه 1000 درهم ما شاء الله. الخوت راه متكلم كيف ما كتشوفوا وكيف ما كتسمعوا. الخوت طالب فيها الخوت الاخ الكريم 1000 درهم بالنسبه لهاد الطائره، الخوت ديال الميسو وداني. ثمن ثمن مناسب اللي بغى يحفظ فيه الكره. وبالنسبه للقفز مع راه مالاكا تا هو باش نخرج من اليوم. بالنسبه لشي خبيه زراعه قفز مالاكا أمي. السلام عليكم خويا عبد القادر، بالنسبة للجديدة أخي عبد القادر. السلام عليكم. شكرا خويا عزيز. الله يحفظك خويا عبد القادر. خويا هذا ولد العش تاع حافظ مراكا، الثمن ديالو 700 درهم قابل للتفاوض. بالنسبة للنمرة أخي عبد القادر. النمرة 06 61 70 44 09. كيف ما كتسمعوا الخوت عند الاخ عبد القادر، الخوت راه الثمن الخوت قابل للتفاوض. كيف ما كتشوفوا الخوت طائر في المستوى ما شاء الله، الله يبارك. تابعوا معايا الخوت المزيد باش نتعرفوا على جميع الاسمنه ديال الطيور. السلام عليكم خويا عبد القادر،
قرع ولا جدار اخي عبد القادر؟ السلام عليكم. دير اخويا عزيز بخير؟ دير الاحوال؟ الله يحفظك خويا. هذا قرع عنده عامين، الثمن ديالو هذا 600 درهم. وهذا اخي عبد القادر جدار ولا قرع؟ خويا عزيز هذا جدار، عنده الثمن ديالو 400 درهم، عنده شي عام ونص تقريبا ولا عامين تقريبا. انت هذاك جدار اخويا عنده عامين، هذاك الثمن ديالو 700 درهم. بالنسبه للنميره اخي عبد القادر اللي بغاو يتواصلوا معك، النميره نمره التليفون اخويا عزيز 06 61 70 44 09. الله يكبر بك اخي عبد القادر. الا بغيت توصلوا مع الخوت، هذه النمره ديال الاخ عبد القادر الخوت. الطيور عنده الخوت في المستوى ما شاء الله، الله يبارك. وتابعوا معايا الخوت باش نتعرفوا على جميع الازمنه بالسوق. كاينين الخوت هاد النتاوي اللي عندهم الخوت عامين كيقول فيهم الاخ الكريم 200 درهم، وبالنسبه للخوت بنات العام كيقول فيهم الخوت 150 درهم. بالنسبه هاد نتاوى الخوت بنات العام كيقول فيهم 150 درهم، وبالنسبة للخوت كاين نتيوات اللي عندهم عامين الخوت كيقول فيهم 200 درهم. السلام عليكم الخوت، اليوم كنتواجدوا عند الاخ الكريم الخوت لعشاق البادجي والكنارة الخوت واللي طائر الكالوبسيس. بالنسبه للخوت الاخ الكريم الاثمنه ديال طائر البادجي الخوت طفرات طائر البادجي كيقول فيهم الخوت 60 درهم، وبالنسبه للخوت الكنار بالنسبه للنتوى بالنسبه للذكر الخوت كيقول فيهم 80 درهم، وبالنسبه للخوت الكالوبسيس الخوت كيقول فيهم 300 درهم بالنسبه للالبينو، وبالنسبه للخوت الحبشي كيقول فيهم الخوت 200 درهم بالنسبه للطيور الخوت. طيور الخوت في المستوى اللهم بارك. اللي عشاق الولوله الخوت بالنسبه للثمن كيقول فيهم الاخ الكريم الخوت كيقول فيهم 70 درهم للبياسه. كيف ما كتشوفوا الخوت طيور في المستوى، نحاولوا الخوت نوصل لكم جميع الاسئله ديال الطيور. ما تبخلوش علينا الخوت بواحد زر لايك وشاركوا في القناه باش يوصلكم الخوت كل جديد. بالنسبه لثمن الخوت كيكون فيهم الاخ الكريم 70 درهم.